النهاردة الموضوع اللي هنتكلم فيه هنغير شوية لأنه موضوع دولي. هنغير لأنه دولي لكن هو مهم جدا، لأنه لما هنسمع أو هنقول الموضوع هنلاقي إن العالم بقى كله على صفيح ساخن. من يومين تابعنا خبر من موقعنا صدى البلد إنجليش سي إن في خلاف روسي متعلق بتوقيع عقوبات على جورجيا. ده حصل بعد ما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات انه بيرفض دعوة البرلمان الروسي لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة على جورجيا. ده بالنسبة لروسيا وجورجيا والرئيس فلاديمير بوتين. النهاردة عايزة بقى اسيب القضية اللي سايرة دلوقتي، اتكلم برضو على قضية تانية بتثير الجدل في الساعات الاخيرة، ولو فتحت كل المواقع العالمية والمحطات العالمية هتلاقيهم بيتكلموا في الموضوع ده. ليه؟ لأنه بيتعلق بقوتين عظميتين في العالم، مش بس قوتين لكن هما كمان حليفين مهمين. أنا بتكلم على أمريكا وبريطانيا. كلنا سمعنا وتابعنا على مدى الأيام اللي فاتت إن حدثت تسريبات، مش أي تسريبات، ده تسريبات دبلوماسية بتنسب للسفير البريطاني لدى الولايات المتحدة. السفير اسمه كيم داروش. الجدل الكبير اللي أثير أول ما التسريبات دي ظهرت لأنه التسريبات دي عملت أزمة كبرى بين أقدم حليفين في العالم، وانتهى الأمر بأنه أجبروا الحكومة البريطانية، أجبرت داروش على أنه يقدم استقالته من منصبه. بيحاولوا أن هم يعني يعملوا حالة تهدئة للخلاف الكبير بين الدولتين الكبيرتين. وأنا بتكلم عن الموضوع ده لازم أشيد بموقعنا صدى البلد إنجليش سي، لأنه قدم مادة صحفية كويسة جدا وجديرة بمتابعة حضراتكم. الحقيقة كمان أنه قدم عرض لهذه القضية بوضوح شديد. اللي عايز يتابع القضية ويفهم أبعادها ممكن يدخل على الموقع يتابع أحداثها أول بأول، لأن القصة خلينا نقول هي قصة بقالها فترة. يعني القصة عشان أقول لحضراتكم، طبعا أنا دخلت على موقع سي وقعدت أقراها وأتابع اللي حصل. القصة عبارة عن إيه؟ أنه السفير البريطاني لدى أمريكا كتب مذكرات، المذكرات دي تم تسريبها وتم نشرها أيضا في صحيفة ميل أون ساندي البريطانية، أجزاء منها. والمذكرات دي فيها يعني لو قريتها جزء منها بيتعلق بتقييم السفير البريطاني للرئيس الأمريكي وإدارة الرئيس الأمريكي. هو قال كده عشان نقول باختصار مضمونها أنه بيرى أنه إدارة دونالد ترامب ليست ذات كفاءة، وأن رئاسة ترامب قد تتحطم وتحترق وتنتهي بوصمة عار. لما سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة يقول الكلام ده يبقى ده كلام مهم وخطير، وطبعا يعمل أزمة. بسرعة قامت الحكومة البريطانية اتصلت بالمسؤولين في واشنطن واعتذرت عن مضمون التسريبات ووعدت بأن يتم التحقيق لمعرفة من المسؤول عن نقلها أو تسريبها لوسائل الإعلام. طبعا يا رشا خلينا نقول انها واقعة خطيرة جدا جدا، ومن الممكن انها كمان تؤدي لتوتر العلاقات الدبلوماسية بين الحليفين الكبيرين امريكا وبريطانيا. علشان زي ما ذكر موقعنا المتميز صدى البلد باللغة الانجليزية سي، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سخر من السفير البريطاني في سلسلة من التغريدات، ويعتبر انه شخص لا يقوم بدوره في خدمة بلاده، وانه لن يتعامل مع السفير ده مرة تانية. مش كده وبس، دي التغريدات اللي كتبها ترامب عن السفير البريطاني. كمان طالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اللي وصفها ترامب بأنها سيئة وحمقاء، وقال أنه سعيد لرحيلها عن الحكم في بريطانيا. طيب ده من الجانب الأمريكي. من الجانب بقى البريطاني اللي حصل بدورها، ردت تريزا ماي بإعلانها عن كل الدعم لسفيرها لدى الولايات المتحدة وأشادت بيه وبدوره. وفي آخر التغريدات قال ترامب إن السفير السيء اللي وضعته المملكة المتحدة في الولايات المتحدة ليس بشخص نحن متحمسون للعمل معه، إنه شخص غبي جدا يجب عليه التحدث مع حكومته بشأن فشلهم في مفاوضات بريكزيت وليس التفكير بانتقاداتي لهم. طبعا الأمر
خطير جدا جدا على كل المستويات، مش بس بنتكلم على المستوى الدبلوماسي، لكن علشان يتم تهدئة الأوضاع إيه اللي حصل؟ قدم السفير البريطاني لدى واشنطن استقالته. قال إيه؟ إنه في ظل الوضع الحالي لن يتمكن من ممارسة عمله في واشنطن. طيب تريزا ماي بقى على الجانب الآخر علقت على الاستقالة إزاي؟ قالت إن أمر مؤسف أن يضطر السفير للاستقالة بسبب تقييم معين ورأي معين كان لديه. الحقيقة إن تسريب المراسلات دي جه في وقت كانت بريطانيا بتأمل فيه حاجة مهمة جدا، وهو إيه؟ إبرام اتفاق تجارة مهم جدا مع أقرب حلفائها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي اللي كان مقرر فيه إن شاء الله يوم 31 أكتوبر. أكيد الخريطة كلها تختلف.